لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، أهلا بكم. أهلا بك. يستمر الحراك الشعبي رغم استقالة عادل عبد المهدي، وتستمر كذلك انتهاكات القوات الحكومية ضد التظاهرات والمتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي وخطف المتظاهرين السلميين، كيف يفسر ذلك؟ تعتبر استقالة عادل عبد المهدي حلقة من مسلسل طويل لإنهاء النظام السياسي الفاسد، وليست المطلب الرئيسي للمتظاهرين السلميين. وما تقوم به الحكومة من مواجهة المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي هو يقينها بأنها سوف تفقد ما استأثرت به من أموال ومصالح وسلطة، وتربعت في غفلة من الزمن وفي ظل ظروف الاحتلال للسيطرة على مقدرات العراق وتسخيرها للمصالح الشخصية والحزبية، إضافة إلى الارتهان للقرار الإيراني. لذلك تتواصل التظاهرات بأن المتظاهرين هم أكثر وعياً وإدراكاً لخطورة الموقف التي يمر به العراق منذ 16 عاماً، والذي انتهى إلى هذا الحال من الخراب والدمار والبؤس، بالإضافة إلى ارتباط العراق بالعجلة الإيرانية بشكل كامل، فأصبح مصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. نعم. ننتقل إلى مفوضية حقوق الإنسان التي نشرت في تقرير لها بأن المختطفين من بينهم طلاب في الجامعة وكذلك مسعفين. لماذا برأيكم تركز القوات الحكومية على اعتقال هذه الفئات من الشباب، سواء الطلاب أو المسعفين أو حتى الأطباء؟ النظام الفاشي في بغداد، وهو النظام الفاسد، يحاول تكميم الأفواه في كل الشرائح التي خرجت مطالبة بحقوقها ومن أجل أن يعود للعراق قراره السيادي وموقعه بين الدول والأمم. لذلك هي لا تفرق باعتقالها بين طالب أو طبيب أو أكاديمي أو فلاح أو عامل. لذلك هي تحاول جهد إمكانها السيطرة على هذه الجموع التي خرجت مطالبة بهذه الحقوق، وهي لا تحمل أي ذرة من ذرات إنسانية، بل إنها طالت حتى النساء وطالت الطالبات وطالت الناشطات. نعم أستاذ يحيى، يبدو أننا فقدنا الاتصال من جديد مع أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، ناقشنا معه جزءا من هذا الملف.